الحقيقة القصف الإيراني يعني ينم عن استهانة مطلقة بالسيادة العراقية، ولذلك حينما نتحدث عن السيادة العراقية فإننا نتحدث عن حلم أو يعني حقيقة ليست لها وجود، حقيقة غائبة. السيادة العراقية منتهكة بشكل صارخ، ليس من قبل إيران فقط وإنما من قبل كل الدول الإقليمية. نعم. هناك قصف وهناك تجاوزات على الحدود وهناك قضم للأراضي وهناك يعني نشاهد الكثير، لكنه للأسف ليست لدينا حكومة وطنية حقيقية فعلا تستطيع أن تتخذ موقف وطني يحفظ للعراق سيادته واستقلاله. أما ما يتعلق بالرد على الجانب الإيراني، أعتقد أنه الحكومة العراقية غير قادرة على اتخاذ مثل هذا الرد. جيد. لأنها ما تعلمون هي كانت الحكومة الإيرانية لها البصمات الكبيرة في تشكيل هذه الحكومة، وأعتقد هذه الحكومة يمكن ربما تكون ذات ولاء إيراني أكثر من كل الحكومات السابقة، بما معروف عن الحكومة عن من قام بتشكيل هذه الحكومة، يعني الفصائل والقيادة اللي هي أصلا موالية لإيران.